أهلا بكم مشاهدينا إلى حصاد الليلة والذي يأتيكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر. بداية بمستجدات القضية التي صنعت الحدث مغاربيا وعربيا، حيث نفى مدير نشر جريدة البيان الموريتانية الصحفي إبراهيم ولد مولاي أحمد أن يكون المستشار الأول في السفارة الجزائرية بنواكشوط بالقاسم الشرواطي الضالع الرئيسي في نشر مقال بصحيفته يتحدث فيه عن تقدم موريتانيا بشكوى لدى الأمم المتحدة حول ما اعتبره إغراقا من المغرب للحدود الجزائرية بمختلف أنواع السموم. وبرأ إذن إبراهيم ولد مولاي أحمد، برأ الشرواطي الذي قال عنه أنه رجل أخلاق ومبادئ وأن علاقة صداقة تجمعه به وفقط، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالموضوع الذي نشرته جريدته لا من قريب ولا من بعيد. متابعة تسجيل الصوت. لا علاقة له، لا علاقة له، لم يحقق معي ولا علاقة للشرواطي بهذا المقال نهائيا. وأنا قلت له علاقتي به علاقة حميمة ودية، علاقة محترمة، علاقتي مع الجزائر علاقة محترمة ولا تخفى على أحد، مبنية على الاحترام، مبنية على كلها محترمة ولله الحمد. ولم يتكلم معي في هذا المجال، يعلم الله، يعلم الله. إلى ذلك هارون، فقد كانت السلطات الموريتانية قد استدعت الصحفي إبراهيم ولد مولاي أحمد مدير نشر جريدة البيان الصحفية الموريتانية للاستماع إليه بشأن مقال يتحدث عن وضع موريتانيا شكوى لدى الأمم المتحدة ضد المغرب بدعوى إفساح المملكة المجال أمام إغراق الجزائر بالمخدرات. هذا وأشار كذلك مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في حديث له مع يومية النهار الجديد إلى أن مصالح وزارة الخارجية فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع في هدوء تام ودون إثارة أي ضجة إعلامية مثل تلك التي أحدثتها وزارة إعلام أو وسائل إعلام مغربية وبعض المواقع وكذلك الجرائد الموريتانية. وأشار المصدر أن سفير الجزائر في نواكشوط نور الدين كندودي أبلغ وزير الخارجية رمطان العمامرة بتفاصيل القضية في تقرير مدقق في انتظار رد السلطات الجزائرية على التهم أو التهجم المغربي. الحديث حول الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف سيد إبراهيم بولحية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة. مساء الخير سيدي. مساء الخير. إذا كما رأيت واستمعت، يعني كيف تقرأ يعني هذا التهجم من المغرب وكذلك الضغط من المغرب بسبب هذا المقال؟ هل يعني وراء هذا الضغط يعني أسباب أخرى؟ أولا أشكركم على الاستضافة، ثانيا نعتقد بأن الدبلوماسية الجزائرية هي المؤهلة والمخولة قانونا بأن ترد وأن تعطي التفسيرات وتعطي التصريحات اللازمة بشأن هذه القضية. إنما فقط ما تدخلي سيقتصر على استغلال المغرب لهذه القضية، لقضية الأخ شرواطي الموظف بالسفارة الجزائرية بنواكشوط. وأعتقد بأن هذه ليست المرة الأولى أو ولن تكون الأكيد الأخيرة، من أن المغرب دائما ما تصطاد في المياه العكرة ودائما ما تضخم الأمور وتدفع بها إلى محاولات يائسة لزرع الفتنة والقلاقل داخل العلاقات المغاربية بصفة عامة وعلاقات الجزائر سواء الإفريقية أو العربية أو الدولية. معتاد المغرب واعتاد سياسيوها والناطقون باسمها على مثل هذه الأمور واعتادوا على أن يبنوا من حبة قبة. أعتقد بأن الأخ شرواطي هو من أحد الدبلوماسيين الجزائريين المتميزين والعقلانيين والذين يعرفون جيدا، كما أن الدبلوماسيين الجزائريين عادة ما يتم اختيارهم من طرف الدولة الجزائرية اختيار دقيق، يعني نعم ممتاز ودقيق، ولا يدخلون في مثل هذه الأمور ولسنا معتادين على هذا. بقي إغراق الحدود الجزائرية بالمخدرات. أعتقد بأن هذه ليست في حاجة إلى أي
إنسان آخر ليتكلم عنها، لأنها تتكلم عن نفسها واقعي يعني. فالأطمان المخدرات وأطمان الحشيش كل يوم تستطيع أن تطالع الصحف، تستطيع أن تطالع تتصل بمصالح الأمن التي تحجز كل يوم بالأطمان ومئات الأطمان من المغرب. وسبق لي شخصيا وقلت بأن المغرب يشن حربا حقيقية على الجزائر، نعم، بواسطة إغراق السوق الجزائرية بالمخدرات. هذه ليست سر وهذه ليست مختبئة، حتى يقولها السيد شرواطي لصاحب الموقع المولي سيد إبراهيم أبو لحية عفوا عن المقاطعة. أولا مساء الخير سيدي. الأوضاع تفاقمت حتى الآن، أين هي الدبلوماسية يعني الجزائرية؟ متى ستتدخل وكيف ستتدخل؟ شوفي الأخت هاجر، أنا سبق وأن قلت بأن الدبلوماسية الجزائرية ليست دبلوماسية حماقة وتسرع وتشنج. دبلوماسية الجزائر معروفة بالهدوء ومعروفة بالرزانة ومعروفة بمواقفها المدروسة بصفة دقيقة دون أن تلحق الضرر بالعلاقات بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، لأننا نفرق بين السلطة في المغرب ونفرق بين الشعب المغربي. هذا الشعب المغربي هو شعب شقيقنا، والدولة المغربية دولة شقيقة، ولسنا في حاجة إلى إثارة الفتن أو إثارة القلاقل. نحن نقول بكل صراحة لأن دبلوماسيين معتادين ومعروفون برزانتهم ومعروفون ببعدهم عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول التي هم ممثلون فيها. وأعرف السيد شرواطي معرفة شخصية، وأعرف مدى كفاءة ونزاهة والتزام الرجل بعمله الدبلوماسي، نعم، بكل حرية وبكل ديمقراطية وبكل بكل بكل ما يحفظ للإخوة والأشقاء الموريتانيين. بقي الآن أن نقول بأن موريتانيا اتخذت هذا القرار، فهي سيدة في قرارها، والجزائر ممثلة بوزارة الخارجية ستقوم بدراسة الموضوع دراسة جيدة ودراسة متأنية، وترد بالوسائل الدبلوماسية المناسبة في مثل هذه الظروف، إما أن تكون هناك المعاملة بالمثل أو أن يكون هناك تسوية، نعم، للوضعية بعدم المساس بهذا الدبلوماسي وبعدم ظلمه، لأن هذا الأمر حتى الجزائر لا ترضاه في أن يتدخل في الشؤون الداخلية لموريتانيا. سيد إبراهيم بولحية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا.